دم يشعل ثورة ورصاصة تفجر بركان الغضب الشعبي. هذه الجموع المصرة على اقتلاع العملية السياسية من جذورها ترسم مستقبل العراق الجديد الخالي من فرق الموت وعصابات القهر والظلم للعراقيين. حياة كريمة، اللي ما يعرف حياة كريمة خلي يروح بغير دولة. هذا العراق أبو كرم، نطالب بأبسط الحقوق، عيشة حياة كريمة. نقتل بالكاتم، يقتلون أولادنا بالكاتم. من يقبل ابنه ينقتل؟ من يقبل ابنه يشرد؟ من ابنه يقبل ابنه ينسجن؟ ماذا فعل الشعب العراقي؟ 18 سنة سرقوا أموال العراق، دمروا البلد، دمروا البلد 18 سنة. انتزاع البلد من أنياب الميليشيات يحتاج إلى تضحيات قدمها الأوائل من شهداء ثورة تشرين، وعلى هذا النهج سار المتظاهرون لإكمال المشوار حتى نهاية النفق المظلم. في البداية احنا جينا متظاهرين من المحافظات، السيارات للطوب محملة سلاح، الطوب تتجول ببغداد بحرية، واحنا شارين اعلام وطنية وهتافات وبوسترات وطنية، ما يخلونا ندخل نتجول بحرية لان احنا وطنيين، واحنا احنا مطالبنا مشروعة ومطالبنا مؤكدة دستوريا. الى متى هذا السكوت؟ هذا دماء الشهداء، 800 شاب سقطوا، واليوم يومية جاي نموت، يومي ها مباشر كنا، وجزء حتى أنا جاي أصور هم يوم يختالوني. من كل مدينة جاءوا إلى بغداد ليؤكدوا أن ساحة التحرير ستظل مركز ثورة وهالة إشعاع منجزاتها التي ستعيد العراق إلى أهله خاليا من الفساد ووكلاء المحتلين. جماهير محافظات كربلاء اليوم توجهت إلى العاصمة الحبيبة بغداد وفي ساحة التحرير. في الحقيقة أتينا لهدف واحد، هو اليوم لوصول رسالة إلى السلطة وإلى القائمين على السلطة، الحكومة العراقية، نقول لهم بأن تشرين موجودة ولم تنتهي، وفي الحقيقة قررت جميع المحافظات هي ممانعة الانتخابات. بوعي سياسي كامل يلقي ثوار تشرين كلمة عتاب على من الثاقل وآثر متابعة المشهد فقط، أن امضي في طريق الخلاص، فلم يعد هناك مجال لترك مصير العراق في يد السياسيين الفاسدين. اللي بعد الحد الآن مشوش علي الأمور، ليش؟ تعدك عقل، الأمور كلها واضحة، مبينين هذول فاسدين، لازم تقول كلمتك، لازم تقول لا للفاسد، مو يطلع أخوك وتخذله وتعوفه ببحده طالع، لازم تطلع وياه وتكاتفه. ثورة أعادت الكهل شابا يشارك في صناعة مستقبل مشرق يراه العراقيون قادما لا محالة.